السلام عليكم توقيت مباراة الجيش الملكي ونهضة بركان في الجولة العشرون المؤجلة من الدور المغربي 2024 والقنوات الناقلة لهذه المباراة يحتل الجيش الملكي المركز الأول في ترتيب الدوري المغربي برصيد 49 نقطة ويحتل نهضة بركان المركز السادس برصيد 30 نقطة وسيوجه الجيش الملكي نهضة بركان في الجولة العشرون المؤجلة من الدوري المغربي يوم الأربعاء 6 مارس 2024 على الملعب البلدي لبركان في حدود الساعة السادسة مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر السابعة مساء بتوقيت مصر الثامنة مساء بتوقيت السعودية إن شاء الله ومن المرتقب نقل هذه المباراة على قناة الرياضية المغربية بتعليق هشام فرج